ملي كندخلوا في واحد العلاقه حميميه باش ان الواحد يتزوج ويكمل حياته كيدخل باش انه يكون فرحان، كيدخل باش انه يسعد، باش ان الحياه ديالو تزدهر. ما كندخلوش في واحد العلاقه باش اننا ناكلوا العصا باش نرجعوا حزينين ونكونوا غضبانين ومقلقين النهار كامل. هو سي فغي في وسط اي علاقه شحال ما كانت سليمه وشحال ما كانت مزيانه ولا بدا كتلقى مره شويه ديال الدبازات، اولا في شي فترات من الحياه كتلقى تجددوا شويه صعاب كيوقعوا فيهم شي تغييرات، ولكن بعد نوبات كتلقى واحد العلاقات اللي ديما قبح، ديما الدباز، ديما الروينه، ديما غير المشاكل، وان فيت ما كاينش معها حتى التطور، ما كاينش الارتقاء. الواحد كيبدا يحس براسو غير عايش وصافي، ما كاينش داك الحياه، ما كايناش الحياه. هاد اللحظه هادي تسمى انغولاسيون توكسيك. توكسيك زعما سامه، لان علاقه تقدر تكون سامه. شنو هو السم؟ هو شي حاجه اللي كضر لك، اللي كضرك، ما كتخليكش بخير وعلى خير. ايوا انا كنتي جالس في الدار كل نهار كتاخذ السم، كترجع الحاله ديالك غادي تدهور، غادي تعيا، غادي تشوف غادي تخ توجور فاتيغي، وهذه هي لا غولاسيون توكسيك. كيبانوا فيك واحد التخي ديال انك ما عاجبكش الحال، ما فرحانش، توي فاتيغي، الحوايج اللي كانوا كيعجبوك ما بقاوش يعجبوك، بحال تجيك ديبرسيون، الاكتئاب. علاش؟ على ود الدبازات ونقير ومقلق وما عاجبكش الحال ولامور ما بقاش، يا غيان دو رومونتيك، ما كاينش حتى العلاقه الحميميه ما تتبقاش. هنا كنرجعوا في اون غولاسيون بيغمون توكسيك. ايوا شنو نشوفوا اليوم؟ ديجا شفنا لا ديفينيسيون، غادي نشوفوا فوقاش سي بون هاد لا غولاسيون فريمون ما بقاتش صالحه لنا و اني فريمون توكسيك، وفوقاش كنكونوا لا راهي اون باس باغ اون ايتاب، وخصنا نديرو شي مسائل، خصنا نقادو شي مسائل فينا باش اننا نخرجو ونعاودو نرجعو لداك الزواج اللي سليم اللي كنا عليه شحال هادي، ولا داك العلاقه اللي دونك هاد لا غولاسيون توكسيك بحال غادي نقولوا هي ملي كيكون واحد جوج في واحد العلاقه هما ما مصالحينش لبعضياتهم، ما فاهمينش في الاعماق ديالهم، ما مفاهمينش، ما مكتبش انهم يكونوا مجموعين، ولكن كيكونوا بحال متعلقين ببعضياتهم اولا متعلقين بداك الفكره ديال انا في علاقه ما باغينش يتلقوا منها. غالبيه الاحيان كيوقع هذا المشكل انهم ما صالحينش بتاتا لبعضياتهم، ولكن ما قابلينش الفكره ديال انهم يتفارقوا. حتى شي واحد فيهم كيقدر تكون عنده داك الشجاعه ديال انه ياخذ القرار ديال يقول صافي هاد لا غولاسيون راه ما صالحاش، راه حنا جالسين كنتكرفصوا على بعضياتنا وخصنا نساليو منها. ايديكو ما حتى شي واحد ما عنده هاد الشجاعه كيبقاو غاديين في داك لا غولاسيون، وهادشي شنو تيخلق؟ لانهم هما ما مفاهمينش، غادي يخلق الحقد والكراهيه. علاش؟ نعطيكم مثال. واحد السيد ملتزم، من حقه يكون ملتزم، كل واحد فينا عنده الحق يدير اللي بغى، حنا الله خلقنا وكل خلانا الحريه نديروا اللي بغينا، لو ما كانتش عندنا الحريه كنا راه حنا كاملين بحال، حنا عندنا هذه الحريه لان الله اللي بغاها. دونك هذا السيد ملتزم باغي يكون كيصلي ومطول كاع اللحيه كاع يلاه اخواني، والسيده اللي هو معاها هي عاوتاني بالعكس ديال ما ملتزماش، كيعجبها تخرج مع صحاباتها، كيعجبها تقصر كاع، كيعجبها تمشي لحدا ما عيد ميلاد صاحبتها غادي تمشي غادي تزوج وغادي تخرج. كاين واحد الراجل اللي غادي يقبل مع ان السيده جا هادشي عادي جدا، ولكن داك السيد هو ملتزم ما غايعجبوش هذا البلان ياك. دونك شنو غادي يقول داك السيده؟ يقول لها لا، بعد واحد الشهر ولا شهرين في العلاقه يقول لها ما يمكنلكش تقدر تخرج بحال هكا. هي غادي تخاف انها يفارقها، ولكن هي ما مقتنعاش بهذه الفكره ديال انها ما تمشيش لعيد ميلاد صاحبتها. يمكن واخا داكشي ما غاتمشيش، كاين اللي تسحب هذه هي الطاعه، هذه ماشي هي الطاعه، لان الله كاين واحد الايه القران كدير لك الفرق بين الطاعه والكراهيه. تتقول لك ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ااتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. دونك زعما يا اما غادي نجيو طوعا او لا كرها، مي دون تو لي كا غادي تسمعوا له. وحتى في هذه المساله بين الرجل ومراته يقدر يقول لها اجي وتجي هي فرحانه، هذه سميتها الطاعه. يقدر يقول لها اجي ويجي هي كرهاه، دي ماشي الطاعه، العكس ديال الطاعه. تيقول لي راجل وانا دابا قلت لها ما تمشيش وهي ما مشاتش، دونك راه تطيعني. لا ما تطيعكش، راه تكرهك. دونك هنايا كتكون اون غولاسيون توكسيك، لان ما كاينش داك العلاقه اللي سليمه بين الراجل ومراته. الراجل كيدخل الدار بلا ما يقول لمراته لا عندك تخرج بالليل، انا ما تعجبنيش اللي يخرج بالليل. لا هي فاهمه هادشي، راه كتعرفوا من نهار راسها ما غاديش تخرج، لان عاجبها الحال مع هذا السيد. او لا انا قلت لكم زعما جوج بيرسون، كل واحد كيدير اللي بغى، هذه هي الحياه. ولكن خصني انا الراجل والمراه يكونوا مفاهمين بيناتهم. ملي كيكون الراجل والمراه مفاهمين بها ما يوقعش داك لا غولاسيون توكسيك، ما يوقعش الكراهيه، وتشوف صحاباتها خرجوا وهي ما خرجاتش وتقول علاش انا ما خرجتش وصحاباتي خرجوا.
وما عاجبنيش الحال في دماغها الفا كومونسي ا ديتيستي داك السيد تكرهو بالحق. الا كانت علاقه زوينه غتقول مع راسها صحاباتي يخرجوا ولا ما يخرجوش انا عاجبني هادشي اللي تيقول لي راجل اني ما خرجش لي انا فعلا داك الناس غير تيخربقوا صافي مشات مع راجلها ما بقاتش عايشه في داك العالم الاخر. هنا كتكون اون غولاسيون سين لا غولاسيون توكسيك و اون فان دو كونط ولا بدا كيوقع شويه ديال بحال هاد النزاعات في اي كوبل فو با دير انا صافي رجع غولاسيون توكسيك لان داك الساعه نقولوا الا بقينا على هاد القباج عود توت لي غولاسيون اي سون توكسيك. ولكن كاين واحد النوع ديال الغولاسيون اللي فيهم هاد النوع ديال المشاكل نوبه الاولى والثانيه كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار الواحد يل سو فاتيك واحد يل سو فاتيك. الوغ النصيحه ديالي هي الا كان واحد جوج ما مفاهمينش راهم ما مفاهمينش بلا ما نبقاو حنايا جالسين واحد معذب في الاخر. انا حقيقه كتعجبني واحد المساله ديما كنقول الانسان اعطي فرصه لهاد العلاقه سورتو الا كنتو مجوجين وعندكم الوليدات اعطيو فرصه لهاد العلاقه لان من بعد الا ما عطيتيهاش فرصه غادي تندم غادي تقول كان عليا نعطيها فرصه كان عليا نعطي فرصه لهاد العلاقه كتقدر تنجح. شحال من الناس كانوا كيدابزوا لمده سنين لمده اشهر واحد النهار فعلا لقى واحد وقع الحل وقع شنو نقولوا وقع الخير بيناتهم ما بقاوش كيدابزوا صافي تحل المشكل. الوغ بوركوا با ايسيي علاش ما نحاولوش اننا نحلوا المشكل ما نبقاوش جالسين تندابزوا بحال هكا. غالبيه الاحيان هاد المشاكل عندهم علاقه غير بلا كومونيكاسيون غير كيفاش الواحد كيطلب من الاخر شي حاجه. لا خليك الحبيبه ديالي ما تبقاش تعطل على 6 د العشيه انا عارفك كتجلس مع صحاباتك وكتهضروا هذا ولكن انا عزيز عليا من دخل الدار نلقاك في الدار كيفاش كاينه شي مره تقول لك لا هاد الهضره ولكن دخلتي الدار معصب وقلتي لها انتينا ديما كتعطل وديما هادي وحتى هي واخا تكون ما عرفت شكون غادي تحس براسها من قوره ما عاجبهاش الحال. اي سلا ميم شوز تاع عاوتاني الراجل حتى هو نفس الحاجه الا جيتي عنده قلتي له هاد الصباط ما جاكش زوين غادي يتعصب ولكن الا قلتي له الصباط الاخر كيجيك حسن عاوتاني حسن. الواحد يتعلمها لا كومونيكاسيون وإلا كان شي مشكل شي حاجة من الماضي تتبقاو تتفكروها النوبة الأولى والثانية والثالثة إلفو با فيغ سا هادي مشكلة قبيحة. جلسوا عندكم مشكل بيناتكم في الماضي وقع ما تبقاوش عايشين به بحال ناسينو وما ناسينوش مفكرينو وناسينو في نفس الوقت لا جلسوا هضروا عليه جلسوا واحد الجليسة ديال ساعة ساعتين ثلاثة سوايع خمسة سوايع كاع جلسوا بقاو تهضروا حتى نساليو من هذا المشكل وما يبقاش كاين. ديروا جلسة ديال الشفاء بيناتكم انت وراجلك ولا انت ومراتك ديروا جلسة الشفاء راه نعالجوا هاد المشاكل ديالنا ما نبقاوش حنا عايشين بهم حياتنا كاملة. وهنايا تنقول انا حاجة وحدة اللي الى نيسيسير من لي دو بارتنير من الراجل والمرا تيخصها تكون عندهم نية صادقة ديال انهم يعيشوا في حالة الراحة والهناء. الا كانت عندك النية الصادقة باش انك تعيش في حالة الراحة والهناء انت والزوجة ديالك غتبقاو حتى توصلوا. الا ما كانت هاد النية ماشي صادقة غيغلبكم الشيطان لان داخل معاكم لان في وسط داك التبازات وداك المشاعر السلبيه راه ما كاينش الاتصال مع الله ما كاينش الاتصال مع الخالق كاين الاتصال مع الشيطان. اجي شوف شنو دارت لك شتي مع انت ما تتحبكش مع انت ما تتحترمكش غوت عليها ايوا عاوتاني هي ايوا شتي كيفاش داخل معطل داك النهار وما شافش فيا حتى تشوفها ما هضرش معايا مزيان انا نوريه هكا واحد كيضرب في الاخر. هو الراجل ومراته راه بحال نفس واحدة والإنسان جالس اللي قابط اللي قد البوكس وكيضرب في يديه باق راق طاق تعود انتينا ما تجي معطلة ما تعودش تهضر معايا باق انت اصلا ما كتسواش شوف خوك خدام حسن منك راق ايوا حتى الفوقاش كاين كاع اللي مثل بشتا اللي قد البوكس كيضرب النيشان. الله يهدينا والله يصلح الا كان الاصلاح كان خير. حاولوا هادي اول حاجة هي حاولوا انكم تصلحوا وديروها بنية الا كان النية من الطرفين بجوج نورمالمون غادي تصلح. وإلا كان الفراق راه الحرام الطلاق تا هو ماشي حرام ديال الحقيقة الطلاق راه ماشي حرام وبعد نوبة تيكونوا جوج الناس ما مفاهمينش وتيخصهم أنهم يتفارقوا. هذا ما كان نهاركم مبروك وكنتمنى أن حتى شي واحد فيكم ما يطيح في أون غولاسيون توكسيك حيت سي با أون إكسبيريونس كي تخي زاكغيابل ولكن الحقيقة راه كيتعلم منها الواحد بزاف. بحال هاد المسائل هاد المشاكل كيعاونوا الإنسان باش أنه ينمي الشخصية ديالو يكبر يعرف شي مسائل اللي ما كانش غادي يعرفها كون عاش في كل شيء زعما عادي والراحه وصافي. دونك هاد المشاكل ماشي قباح راهم يعلموك بزاف د الحوايج. دونك تبارك الله عليكم نهاركم مبروك الى اللقاء.